عايز اخد رأي كابتن مصطفى الحقيقة في موضوع القيم والمبادئ الخاصة بالنادي الاهلي، في ان قفشة طالع عمل يعني تصرف ان هو قاعد يتكلم انا اتغيرت ليه، حصل تغريمه. رأيك في الموقف ده وكولر بالذات؟ يعني كولر قاعد يتكلم، الفيديو باين واضح يعني انه كان بيعنف قفشة في ان هو بعد بص كده بص بص لا مش هديك المايك، ربنا لا اتكلم عليه، مش هتتكلم في حاجات كتير، لا مش هتتكلم في حاجات كتير جدا، في حاجات كتير جدا بنشوفها في النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي عمرها ما كانت بتحصل. اللعيبه بتزعل مع بعض في الملعب ما كانتش بتحصل. إيه وفي وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ برضه، وفي وجود انا قلت السنه اللي فاتت والسنه دي الناس بس شفنا. طب استنى ما ترد، طب قول لي قول لي ما كانتش بتحصل يعني. انت سالتني سؤال ما كانتش بتحصل يا كابتن رضا وانت بتلعب؟ لا 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 ما كانتش بتحصل يا كابتن، ولا لعيب كان يجرؤ يعملها مع كان في لعيب اقول لك بدون ذكر ثواني بس بيقعد يتكلم المدرب وانت ازاي تغير. ايوه لا ده معروف لمصر كلها، احنا ممكن هو كان بيطلع يتخانق مع كابتن احمد باه مثلا، لا 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 بينه وبينه في الاوضه في يعني انت فاهم، انا ممكن اطلع اتخانق مع ايا كان يعني بعاتبه انا ما بتلعبنيش ليه او انا مش عارف ايه او انت بتلومني، وده بيحصل كده. لكن احنا بنشوف النهارده لعيبه بتطلع وزعلانه في الملعب، لما كلم مدافع كابتن فرقه يكلم مدافع الفرقه او اي حد يقعد يشوح له، ده ناس بتشوف الكلام ده ما كناش بنشوفه في النادي الاهلي، عمرنا ما شفناه. اللعيب بيغلط مره واثنين وثلاثه ومش عاجبه اللعيبه كمان بتاعته ان هي بتكلمه، فده برضه ما ينفعش. اللعيبه بتاع النادي الاهلي ما كانش ليه علاقه كمان بتعمل مشكله، انا ما شفتش لعيب في النادي الاهلي بيعمل مشكله مع الخصم كمان. النهارده بقى شفت لعيب بيضرب الخصم، ده السنه اللي فاتت ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ لعيب بيزعل انه قاعد احتياطي، لعيب في سلوكيات طبعا كتير جدا ما بتعدوهاش، سهر بتاع الكلام ده كله انا ما بنشوفوش او ما بنسمعش عنه، ولكن المفروض ما يحصلش في النادي الاهلي. النادي الاهلي لرئيسه محمود الخطيب ما ينفعش بجد في التوقيت ده ما ينفعش، لان المبادئ بقى والقيم والاخلاق هو محمود الخطيب. فانا رمز بتاعنا المفروض انا من 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 انا بحب النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي ويمكن بتاذي لما يتغلب، وده حقيقه جوايا ان انا اتربيت في النادي الاهلي او قعدت فتره في النادي الاهلي فحبيت الكلام ده. فانا ما شفتش الكلام ده، كنا بنقتدي بحاجات كتير جدا بيعملها مصطفى عبده، كان بيخصم مننا كابتن فرقه، كان بيخصم فاهم قصدي، كان بيخصم مننا احنا في الملعب، كابتن الخطيب كان ممكن يخصم فاهم، عايز اقول كابتن فرقه كان ممكن يخصم منك، كان مخصوم منك كذا، خلاص كلمته مسموع. فانا عايز اقول الكابتن فرقه لما يجي يكلم محمد عبد المنعم في ماتش ما يزعلش وما يشوحلوش، لا ما ينفعش. فشفته شفت الكلام ده ما ينفعش، سيد الشحات ما يزعلش ويطلع لا ما ينفعش، قفشه برضو الكلام ده كله، انت كنت فتره من فترات منسي بس كان بيحصل، ما يجيش الوقت تزعل عشان ما قفشه اتنسى فتره من فترات ما بيلعبش، كانت بتحصل والله. يعني اقول لا اكتر موقف كابتن شوبير وكابتن انت سالتني النادي الاهلي، دي سالتني النادي الاهلي بينهم الاثنين، ده شوبير لما عملها مع ابو صادق يعني يمكن لام نفسه بعد كده واعتذر وقال ساعتها انه طلب انه كان مبالغ شويه وكره ما كانتش لازمه، وكان كره يعني ممكن هو كان ده طلعها كورنر بالظبط كان على ابو صادق. لا انا الكوره في اللعبه قصدي كان في حاجات انا عايز اقول انت سالتني عن النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير قوي في حاجات كتيره قوي احنا اتعلمنا منها، ويمكن لما بنشتغل بنعملها نعمله ده، ان انا كنت في النادي الاهلي ده انا اتعلمت من عزه ابو الروس وثابت البطل اتعلمنا من الناس دي. طيب فاهم ازاي سريعا؟ لا هتكلم فيها اتفضل. طب يا كابتن بسرعه عشان انا عايزك اسالك على ماتشين على الغلبان فقفش يطلع. كابتن انا عندي ثوابت. انت بتساوي دي ما كانتش على امام عاشور ليه؟ انت مالك بقى امام عاشور؟ امام عاشور كان بره النادي، مش ربنا عرفوه بالعقل لما جه خلاص مش على عزيز ثواب، لسه ما عرفش لسه ما عرفش الكلام لا ده. لا سيبك لا 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 يعني النظام عايز تقوم من اول وجديد يعني محطوط. عايز يقول كده انت يعني. انت بتقول ان انا مستغرب للحاجات دي فعلا احنا مستغربين في ان احنا يعني انا قعدت 5 سنين في الاهلي عمر ما شفت الكلام ده لما كان هو واحد بس اللي هو قال عليه واخد بالك، وده اصلا كان عنده حمايه والناس بتحبه ومجلس الاداره بيحبه ومدير الكره كان ماشي، لان هو اصلا معروف ان ما بيحبش ان هو كان يتغلب ولا يخرج من الملعب، فده اعذره في الحته دي لان ادى كتير وتاريخه كبير. كابتن اتفضل عايز سؤال. واخد بالك فقفشه لما يخرج ويتعمل معاه كده، لا ما حسين الشحات السنه اللي فاتت في ماتش افريقي خرج وقام جاي مشوح وضرب البتاع ما شفناش منه قصب، وكان في وجود الكابتن عبد الحفيظ. ماتش المغرب انا مش فاكر كان ماتش